ايوه صح، مساء الخير. يا نقول صباح الخير بقى، اتفضل يا استاذ ايهاب. صباح الخير، اهلا ازيك يا بيك استاذ حسام؟ حسام شغاله، يلا والله مش يا استاذ مشكله، حسام انا انا يعني وحسام الشرباجي اخوات وحسام الغمر. غلطت في الاسم ولا ايه؟ ايه غلطت في الاسم ولا ايه؟ يعني مش عارف انت ايه رايك، ده البرنامج اسمه ايه؟ طب انت انا البرنامج اسف، اسمه ايه معلش، دلوقتي؟ البرنامج اسمه ايه بالعربي؟ بالعربي. مع مين؟ انا الاسم اللي عارفه استاذ حسام، معلش يا عم ولا داخل معايا يهمك. غلط بقى. المشكله والله مش في الاسم، والمشكله مش في كده، المشكله يعني انتوا هتزهقوا امتى؟ مش هنزهق، يعني ده هنزهق اللي انا ليه؟ عايز اقوله لك، انتوا ناويين تزهقوا امتى؟ مش هنزهق، طول ما أنت موجود بتتنفس وأنا موجود بتنفس وبلدي فيها مشاكل عمري ما هزهق، إلا بإذن الله أرتاح لما مشاكل بلدي تتحل. يعني اصل كل اللي بيكلم يعني نفسي تغيروا اللغة. طيب اصل كل اللغة، السيسي هيخرب البلد، السيسي لا لا، هيعمل ما أولا اعرفش أولا ايه. بص أقول لك على حاجة بقى، أنت كان لسه داخل كان قبليك مكالمة. أنا أصلا ما بجيبش سيرة حد ولا بقول اسمه، تمام؟ ولا يلزمني أي حد، أنا اللي يلزمني بلدي مصر. فأنا دلوقتي بتكلم عن صندوق النقد، تمام يا أستاذ؟ أنت اسمك إيه بقى عشان خليتني أنسى اسمي أنا شخصيًا؟ أستاذ إيهاب. عالمي و... يعني بص يا أستاذ إيهاب، بص يا أستاذ إيهاب، إيه اللغة اللي أنت شايفها بنتكلم بيها مش عاجبة حضرتك؟ أنت معانا أهو، بص بنعمل حوار أنا وأنت على الهوا أهو. تمام، سامعك سامعك. قول لي بقى إيه اللي مش عاجبك في اللغة بتاعتنا وإحنا بنتكلم إن صندوق النقد الدولي لا يعني، لا بيؤكد. يعني معظم الناس اللي بتتصل، اصل هو السيسي خاين، هو بياخد البلد، اصل هو عايز كذا عشان يسيبها معرفش لمين ويعمل ايه. مفيش يعني الكلام اللي طب انتوا بتتكلموا عليه انت ده، ايه اللي رأيك؟ احنا إيه انا المفروض افتح الاتصالات للناس وبعدين اتحكم في كلامهم؟ ابقى انا راجل كذاب وضلالي؟ زي ما انا مش عايز، زي ما انا سايبك تقول كلامك براحتك اهو، هل انا قلت لك لا ولن اسمح وبتاع الجو ده؟ لا، انت بتتكلم بكل اريحيه اهو وبتقول وجهة نظرك وانا بسمعك والملايين بيسمعوك، فانت تكلمني انا عن ما بقول لك يعني اقوله انا، لكن المتصل له كامل الحريه، ولما حد بيزود او يتجاوز في حد في خصم سياسي حتى بقول له انا اتحفظ على هذا الكلام. ايه المطلوب مني تاني يا استاذ ايهاب؟ انا مش ضد ان يبقى في نقد، انا مش ضد ان يبقى في نقد، لازما اكيد يبقى في نقد، بس نقد احنا عايزين نقد اللي هو تشوف ايه الحلول وايه المشاكل، لكن مش عايزين تمام، نفضل كل الاتجاه ان يعني مش معقولة بعد ده كله هيبقى السيسي خاين حلو جدا، وهتبقى يلا الجيش طبق اللي خاين انت وكل قلته ده الناس معاك ثورة عملي دلوقتي يا استاذ ايهاب، وقول لي بس ايه احنا الحل من يعني وجهة عايزين ايه نظرك للي احنا فيه دلوقتي؟ نقلينا. ايه الحل من وجهة نظرك يا استاذ ايهاب؟ الحل اللي احنا اللي هو الوضع اللي احنا فيه وضع عالمي، وهو مرتبط ببعضيه، انت مرتبط بالعالم كله، العالم ايوه كله في ازمه، فطبيعي انها صداها مسمع في ذكاء. يعني لينا ناس عايشه في اوروبا بره بتعاني اكتر مننا، يعني لما طيب بنسمع منهم ايه بص، اللي انت بيحصل كمواطن يا بيعانوا استاذ اكتر. ايهاب، انت كمواطن بتقول كلام غايه في الروعه، بتقول ان احنا في وضع اقتصادي عالمي واحنا دوله من دول العالم المتضرره اقتصاديا. طيب ليه الاعلام المصري بيكذب بقى على الناس وما بيقولش الكلام اللي انت بتقوله ده؟ ليه الاعلام المصري بيقول لك لا ده احنا اقتصادنا زي الفل وبيتحمل الصدمات وبتاع؟ انت بتقول احنا عندنا مشكله، هم ما بيقولوش كده، ليه الكذب ده؟ الصدمات، اقتصادنا بيتحمل الصدمات ده اكيد، لان حضرتك احنا مرينا بسنتين كورونا ورا بعض، تمام، وورا منهم الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا. يعني الوضعين دول كلهم، يعني هو لو كان الدولار الاقتصاد بكام يا بتاعنا استاذ ايهاب النهارده في السوق السوداء حضرتك؟ طيب، ما هو كله في العالم كله، ما تشوف كل حاجة في العالم كله، انت لا ليه لا، مش في بتبص على العالم مصر؟ كله يا استاذ ايهاب، انا بكلمك اصلا انا مصري وانت مصري وبنتكلم عن بلدنا مصر. الدولار النهارده وصل في السوق السوداء كسر ال 38 وداخل على ال 40. الذهب النهارده وصل ل 1900 جرام. ده اقتصاد بيتحمل صدمات؟ ودي بلد فيها ملف اقتصادي يتحمل من وجهة نظر حضرتك يعني؟ فترة كلها هي يعني زي ما بيقولوا كده، الموجة عالية، ايوه موجة عالية على العالم كله، لكن بس احنا انا وانت بنتحمل الصدمات. مصريين لا، كل دولة احنا تشيل تحملنا شيلتها، الصدمات. انا وانت مصريين عايزين نشيل شيلة بلدنا. فانا ماليش دعوه بالاقتصاد تمام، انا الامريكي يعني. معاك، انا مش بقول لك كل حاجة وردي ولا انا بحلي لك كل حاجة، بس انا تمام عايز اقول لك يعني ايه،
احنا في وضع يعني العالم كله بيعاني وصداه كله على بعضينا، حاجه مرتبطه ببعضيها فصداها على كل العالم، مش موجوده في مصر فقط لا غير. طيب حلو، ولا هي هل بسبب هل بقى اللي خيانه ولا يحل لنا بسبب مشكلتنا حاجه. اللي موجوده في كل العالم دي يا استاذ ايهاب ان احنا مثلا نلجا لصندوق النقد وناخد منه قرض تاني واحنا لسه مش عارفين اصلا نسدد فوايد بس القروض اللي قبل كده؟ انا بدور معاك على حل اهو. تركيا بتاخد قروض يا باشا انا وامريكا مش بتاخد تركي انا دولار مصري والله. قروض. وبعدين قول لي ماشي قول لي تركيا بتاخد قروض منين؟ من صندوق النقد؟ هي ما خدتش ولا انتوا لسه برضو عايشين في انها بتسلف صندوق النقد يعني، ولا انتوا فاهمين ايه؟ طيب ما لا طبعا خدت من صندوق انت النقد. قول لي المعلومه اللي عندك ايه، لان انت كده معلومات كتير غايبه عنك، فانت قول لي ما دام انت ذكرت بلد قول المعلومه كامله عشان لو غلط اصححها لك. ما انا بقول لك كل الدول النهارده، هو في دوله النهارده ما عندهاش النهارده ديون عليها؟ هي ايوه امريكا كل معهاش دوله ديون؟ بيبقى عليها ديون يا في استاذ دوله ايهاب. في انا اوروبا معاك، بص يا معهاش استاذ ديون؟ ايهاب، انا ممكن ابقى مديون وحضرتك مديون، بس في فرق ما بيني وبين حضرتك. انا راجل مثلا، انا كاحمد العربي، انا هقول عليا انا، بلاش اقول على حضرتك، ما بسددش، وكل ما اجي احل مشكله اقوم جاي مديون تاني. انت يا استاذ ايهاب لما بتستلف من الجهه اللي بتسلفني وتسلفك بتقوم مجدول ديونك ومسددها، فبتقدر تاخد تاني وبتقدر تظبط اقتصادك. انا ما بسددش، ولما وزير ماليتي يطلع يتكلم فيقول لي ايه هنحل المشكله ازاي يا معالي الوزير، قال هستلف تاني. يرضيك الكلام ده بالله عليك؟ استأذنك يعني، استأذنك في حاجة حضرتك. اتفضل يا فندم. انت في اعتقادك ان مصر الثلاثة مليار دول هم اللي هيحلوا مشكلتها؟ لا القرض طبعا، اللي كان قبل كده لا طبعا، كلنا فاهمين ان القرض ده بيبقى بس كل القصة، ان معنى صندوق النقد ان هو وافق لك على القرض معناه ان الاقتصاد بتاعك آمن، مش معناه مش معناه ان مصر الاقتصاد محتاجة 3 بتاعك ايه يا مليار، فندم؟ مصر بتصرف اكتر كده 100 مرة. يعني كون ان مصر صندوق النقد مش 3 مليار دول يديني قرض جديد ده معناه ان اقتصادي آمن؟ طبعا. امال هو لا يا صندوق فندم، لا انت النقد فاهم غلط. بيديك ده معناه بيديك ان انت كدولة وكنظام عندك قابلية للتضييق على الشعب اكتر وربط الحزام اكتر ورفع الدعم عن امور كثيرة جدا هي من اساسيات المواطن المصري. فانت لما بتوافق على الشروط دي فالصندوق يقول لك ايه؟ اتفضل. هنلاقي بلد زي دي فين؟ عمالة تطحن في شعبها وعمالة تقترض وتزود القروض والشعب مش لاقي ياكل، ومع ذلك بلد الشعب فيها مش لاقي ياكل والنظام عمال يبني في حاجات ملهاش اي دعوه بقوت المواطن. اتفضل يا استاذ ايهاب. سؤال بس لحضرتك، القرض اللي خدناه قبل كده كان كام؟ مش 12 مليار؟ 12 مليار دولار تمام. صح ولا انا لا غلطان؟ مظبوط 12 انت مليار. النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيقعد يتكلم بيقول لك مصر صرفه في الفترات اللي فاتت دي اكتر من نص تريليون. هل انت معتقد ان هو ان احنا خدنا هو ده اللي خدناه عشان نقدر نصرف، ولا هو انت كل القصه لا 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 اللي بيبقى لا صندوق لا النقد تمام بيصرف؟ تمام احنا خدنا ال 12 مليار. انت كمواطن مصري حسيت بأي تغيير يمسك مساس مباشر في تعديل وضعك الاقتصادي في البلد، ولا حسيت بإيه؟ يعني انت مثلا مستفيد من المنرويل؟ طبعا. اللي ينكر كده يبقى ما هو طبعا في تغيير حوالينا في كل حلو. حاجه في حياتنا كلها، انا بس معاك مش يا باشا للاخر، انا معاك. تحسن كل قول لي حاجه بقى، فيه قول لي ايه التحسين اللي حصل على حياة حضرتك؟ والله في كل حاجه حضرتك. يعني هو النهارده حضرتك النهارده احنا كنا عايشين في انتوا بتختزلوا، بس المشكله دايما في ان السيسي عمل طرق وعمل كباري طب وعمل الكلام ده كله. بص يا استاذ ايهاب، سيبك من اللي احنا بنقوله بقى، ما دام هو مش عاجبك على طول الخط. انا هجيب مواطن مصري، لان احنا شكلنا كده انا وانت تقريبا مش عارفين حاجه عن البلد، تقريبا انا بقول حاجه وانت بتقول عكسها، فنجيب مواطن مصري اهو من جوه مصر يتكلم معاك وتتناقشوا مع بعض كده. معانا ابو عادل؟ برحب بيك ابو عادل. معاك ابو عادل. مالك بقى يا عم ابو معاك عادل ابو بقى عادل. عمال تدخل بص في يا استاذ، المداخلات بص يا النظام استاذ ايهاب، المصري ومش عارف انا ايه وايه وايه. عايز اقول لاخويا ايهاب كلمتين بس اتفضل كده. اتفضل يا استاذ ايهاب، انا راجل عندي مثلا تلميذه في ابتدائي، التلميذه دي انا ما تمام. دفعتش مصروفاتها عشان ضيق ذاك اليد. لما البنت دي تعيا تمام. واجي اروح بيها المدرسه واقول يا جماعه انا عايز اكشف على بنتي، يقولوا لي لا لازم تدفع المصروفات. انت ترضى ان يكون في دوله يعني كافله حضرتك بتتكلم حتى الكلام لو ده على مدرسة كافله؟ حكومة ولا على مدرسة خاصة؟ بص يا استاذ ايهاب،
حكومة انت هتسمع طبعا ابو عادل وهديك مساحه ترد عليه، تمام؟ عشان بس نسمعكم انتوا الاثنين. خلصت يا ابو عادل؟ تمام تمام. لسه انا راجل شحات اهو وفي مدرسه حكومه. بنتي انا ما دفعتش مصروفاتها لان مش قادر ادفع مصروفات. تمام. اما تعيا واروح اوديها المدرسه او الوحده الصحيه بتاعه المدرسه يقولوا لي لا لازم تكون المصروفات مدفوعه. ايوه. انا كده في دوله انا خادم جيشها؟ يرضيك يا استاذ ايهاب ده؟ حلو جدا. رد عليا. وقف بقى يا ابو عادل. هل ده يرضيك يا استاذ ايهاب؟ اتفضل رد. يعني هو حضرتك مدرسة حكومة ولا مدرسة خاصة؟ قلت لحضرتك حكومة أنا شحات. مدرسة حكومة، الراجل أصلا يروح مدرسة خاصة إزاي؟ طيب يا باشا ماشي، مفيش الكلام ده في مدارس حكومة، مفيش حاجة اسمها في مدرسة حكومة النهاردة حد يقول لحد المصروفات والكلام ده، مفيش الكلام ده. يبقى حضرتك مش في مصر. يعني أنت يعني بتكذب أبو عادل يا حاج إيهاب ولا إيه؟ انت كده بتقول له انت كذاب يعني. يبقى حضرتك مش في مصر يا استاذ ايهاب، مش عايش في مصر يا استاذ ايهاب. يعني هو انت حضرتك بتعلم. بقول لك يا استاذ ايهاب استنى يا ابو عادل، استنى يا ابو عادل يا استاذ ايهاب. هو حضرتك مش من غير ما نصرح باسم حضرتك، يعني حضرتك بتشتغل فين وبتاخد كام؟ انا بشتغل شغل حر. ايوه. بتحصل كام في الشهر من شغلك الحر يا استاذ ايهاب؟ أنا شغلي حضرتك، أنا شغلي كله متعلق بالاستيراد قطع غيار، ومش عايز أقول لك طبعًا الظروف اللي إحنا بنمر فيها في الست شهور اللي فاتت، ظروف صعبة طبعًا، الدولار عالي والاستيراد الدنيا مش زي الأول طبعًا، مش هقول لك لا الدنيا وردي، واخد بالك، وبعاني جدًا وبعاني من مصروفات عالية وبعاني من. طيب يا باشا معلش أنا أقوم يا جماعة عشان يا أستاذ إيهاب أنت راجل والله العظيم بتقول كلام زي الفل، بتقول انا راجل بعاني والدنيا مش وردي، ليه زعلان من كلام ابو عادل وهو بيروح مدرسه حكوميه؟ مش عارف، لان اقتصاد البلد واقع، يقولوا له ادفع المصروفات، طيب الراجل يعمل ايه كمواطن مصري؟ هل دي دوله بتحمي مواطن بيعيش على ارضها؟ يا ابو عادل اتفضل يا ابو عادل. سيبنا كمل. ايوه سيبنا كمل. يا استاذ ايهاب لما يكون الجيش حاطط ايده في كل جحر في مصر، في كل جحر اقتصادي داخل مصر، قول لي انت كبلد هتجتذب استثمارات ازاي وهتنطق ازاي وهتقدر تسد ديونك ازاي مهما بلغت؟ لو بلغت اتفضل يا استاذ ايهاب. اصبر يا ابو عادل عشان تسمع الاجابه. اتفضل يا استاذ ايهاب. فيها هو يعني ماشي، بص حضرتك مفهوم ان الجيش دي كل حاجه الجيش داخل فيها ده مفهوم خاطئ. في حاجات بيشرف عليها الجيش، يعني كلام مقنع، لكن مفيش حاجه اسمها الجيش كل حاجه واخدها. يعني ايه كل حاجه الجيش واخدها؟ والنهارده حتى الشركات اللي هي كانت رد عليك اهوت يا ابو عادل وقال لك لا المفهوم ده مفهوم خاطئ، مش كل حاجه يا جماعه اللي بنا بتاعتكم الجيش الجيش الجيش. تحب تقول يا ابو عادل؟ الجيش داخل في كل داخل في كل الاقتصاديات، داخل في الجمبري صح يا استاذ ايهاب، داخل في الطماطم وفي البطيخ بتاع الحمام اللي سياده اللي هو بيقول للمذيعه لو خدت البطيخ مني السنه دي هتيجي كل سنه تقول لي هاجي بقعد بطيخ. اللي هو داخله ايه بالبطيخ يا استاذ ايهاب؟ انت بتمشي في الشارع بتلاقي عربيات الجيش وعربيات الشرطه بتبيع ايه يا استاذ ايهاب؟ انت كده سايب مجال لمستثمر يشتغل. هل المستثمر يامن على فلوسه داخل بلد بيتحكم في اقتصادها او في 80% من اقتصادها الجيش ذو القوه ذو السلاح؟ جيش ما بيدفعش ضرائب، ما بيدفعش مصروفات اللي هي مثلا سواء كهرباء سواء غاز سواء كذا سواء أيوة. ما بيدفعش عماله ودي اهم حاجه، وما بينتجش. انت بلد مش ما بينتجش ما بيصنعش، انت ما عندكش مصنع بينتج يا استاذ ايهاب. حلو يا ابو عادل عشان بس كده المكالمه طولت قوي. استاذ ايهاب عندك رد على ابو عادل قبل ما نقفل؟ انا عايز اقول للاستاذ ابو عادل حضرتك لو ترجع كده بالذاكره، انا ما اعرفش سن حضرتك ايه، 67 حضرتك لما الجيش حب يعمل تعبئه عامه، واخد بال حضرتك، ضغط على الاقتصاد بتاع الدوله، لان كان الجيش دي من اكبر الغلطات. لما كان حسني مبارك كان دايما يقولها 67 لن تتكرر بكل مشتملاتها. ايه كل مشتملاتها حضرتك؟ ان الجيش النهارده لازم كان تبقى ايده في كل حاجه، في كل السلع الاستراتيجيه وفي كل الحاجات دي. ليه؟ عشان يوم ما يحصل حاجه الجيش يقدر يبقى عنده تعبئه ويقدر يشيل معاه الاقتصاد برضه، يقدر يشيل الدوله. تمام يا استاذ ايهاب، وضحت وجهه نظرك. وانا والله يا استاذ ايهاب بسال حضرتك في الاخير، ايه رايك في الحوار الجميل اللي دار ما بينك وما بين مواطن مصري على شاشة مصرية في برنامج مصري؟ المواطن المصري ده مختلف معاك في وجهة النظر وانت مختلف معاه في وجهة النظر،
ومع ذلك بيجرى هذا الحوار على الهواء مباشرة، بيسمعوا الملايين، كل واحد فيكم بيعبر فيه عن رأيه. رأي حضرتك إيه في الحوار ده؟ على الحلول، مش بندور نقول مين خاين ومين مش خاين ومين الكلام ده. تمام، ده نوع من أنواع الحلول، الحوار. بالعكس ده أهم نوع من أنواع الحلول وهو الأولى، الحوار. فأنا بدعوك يا أستاذ إيهاب وبدعو أبو عادل ومعاكم كل المشاهدين بعد هذا الحوار الراقي اللي التزمنا فيه بأدب الحوار، تعالوا نقرأ كده البوست ده مع بعض ونفهم الدنيا راحة على فين. يلا بينا. بص يا سيدي، لا الأول هتولنا يا جماعة عشان يبان كده للناس مين اللي كاتبه. أيوة، ده الاقتصادي الكبير هاني توفيق بيقول إيه الخلاصة. استدرجونا وخلعوا، ركزوا بقى معايا عشان البوست ده رائع جدا. بيقول لك كما ذكرنا أكثر من مرة، صناديق ومؤسسات الغرب المالية الاستعمارية فشلوا في ترقيعنا عسكريا كسوريا والعراق وليبيا واليمن وباقي دول الربيع العربي اللعين، فأوقعونا اقتصاديا. والأمثلة، هو بص حتى بيصف الربيع العربي أنه لعين، ده برضه على مسؤوليته ودي وجهة نظره. والأمثلة من تقاريرهم المضللة والمخدرة والتي تنظرنا عليها في وقتها. مصر الأعلى في النمو الاقتصادي في كل دول المنطقة، مصر سادس أكبر اقتصاد في العالم سنة 2030، مصر ديونها الخارجية في الحدود الآمنة، وإشادة بسياستنا المالية والنقدية إلى آخره. واتضح أن كل ما سبق كان الغرض منه إسقاطنا في مستنقع الديون، وهم يعلمون قبلنا أننا لن نستطيع سدادها في مواعيدها لهشاشة اقتصادنا. الله، هو اقتصادنا هش؟ ده الأستاذ هاني توفيق اللي بيقول. وسذاجة سياساتنا النقدية، وكمان عندنا سذاجة، لأن عندنا وزير مالية بيقول لك هنستلف تاني. وغياب كل من فقه الأولويات والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية. فاكر يا ضياء لما قلنا وشرحنا يعني إيه فقه الأولويات؟ ده الراجل كأنه شغال معانا في الإعداد. والتخطيط العلمي والنماذج الرياضية للتوقعات المستقبلية لموارد الدولة النقدية واستخداماتها بالشكل السليم. وبعد قرار الصندوق أمس وبمبلغ به إذلال لنا، مبلغ طبعا لا يشفع ولا ينفع، لا يسمن ولا يغني من جوع ولا يكاد يكفي استيراد علف الدواجن لعدة أسابيع فقط، أقول لأولي الأمر. هاني توفيق بيوجه كلامه للقائمين على الأمر والقائمين على البلد، الأيام القادمة في منتهى الخطورة، وستضطرون لاتخاذ قرارات مؤلمة تتعلق بالتضخم الحاد وبسعر الصرف ومعدل الفايدة والحزم التمويلية المصاحبة لهذه القرارات وهذا التضخم، والتي يجب أن تعدوا أنفسكم والشعب لها وبدراسة تعمل على مختلف المسارات الاقتصادية والاجتماعية لتلافي الآثار الجانبية لهذه القرارات ما أمكن، ومنع أعداء الوطن من استغلال هذه الظروف الصعبة. وأكرر، يجب نسف منظومة وآليات اتخاذ القرارات الاقتصادية بالكامل والتي أوصلتنا إلى هذه الهاوية وعلى وجه السرعة الفائقة لعلنا ننقذ ما يمكن إنقاذه. دي نهاية البوست اللي كتبه هاني توفيق الخبير الاقتصادي. معلومات مهمة جدا، كلام غاية في الخطورة، اتهامات مباشرة للمسؤولين عن المسارات الاقتصادية والاجتماعية وفشلهم في إدارة هذا الملف. هو كان ذكر وقال لك كانوا بيمجدوا وبيقولوا وبيعملوا. تعال بقى ما نرجع بالذاكرة، ما احنا ما بننساش وكل حاجة موجود، فريق الإعداد شغال كويس. تعالوا كده نشوف بلومبرج كانت بتقول ايه. يلا بينا. اليوم السابع، وكالة بلومبرج: مصر من أفضل دول العالم تعاملا مع الأزمة والأقل تأثرا بتداعيات كورونا، وتحتل المركز 25 عالميا والثانية عربيا من بين 53 دولة على مستوى العالم في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كوفيد-19، وعاملين كمان انفوجراف. أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أتجنن، مش هستعجب اللي بعده. بلومبرج: مصر بين أقوى 10 اقتصادات نموا على مستوى العالم في 2020. اللي بعده: مصر تعزز مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين الدوليين. مأمورة إيه؟ اللي بعده: مصر الأفضل في إفريقيا لدى المستثمرين الأجانب خلال 2019. اللي بعده: بلومبرج: مصر بين أعلى دول العالم في سعر الفايدة الحقيقي. ناخد آخر حاجة: الاضطرابات السياسية القادمة في مصر وتونس قد لا تتأخر. ده برضو بلومبرج، هي نفسها بنفس ذاتها، هي اللي كانت بتقول الكلام ده، هي دلوقتي اللي بتقول لك ايه. ده اخر حاجة بقى: الاضطرابات السياسية القادمة في مصر وتونس
قد لا تتأخر. ليه يا بلومبرج؟ قالوا عشان الوضع الاقتصادي متأزم جدا وفي أزمة اقتصادية وملف خطير.